اتحاد فن الغناء الشعبي. اليوم حيكون في كم فنان حيغنوا، واتمنى تستمتعوا بالحلقه دي. اتحاد فن الغناء الشعبي 1964 تم تأسيسه، والجمهور يوضح الحضور يوضح حبهم لهذا الغناء أو نوع الغناء ده الشعبي بالتحديد. حنستمتع مع بعض بالسهرة دي، يا ريت تكون لطيفة وخفيفة عليكم. Yeah.
Who
وزي بقلبي جراح فكرتني حزين وبعوده تاني نواح والله كفاية يا يا عيني ما يزيد.
كان جافيت قولت سلام شي فيها محبوبي كان جافيت قولت سلام شي فيها أبشر بالخير تحزن بالله
Oh,
أنا طبعا معي يعني تقريبا أكبر منتج فني في السنين الأخيرة اللي هو إبراهيم شلدم. وشلدم ده هو اللقب بتاعه، لكن يعني ما بتنكر العين، لأنه إبراهيم شلدم أسس لإنتاج الفني وكان بيدفع قروش لفنانين وينتج لهم حفلاتهم. يعني إبراهيم مساء الخير. مرحب، مساء النور، ومرحب بالسادة المشاهدين. وأنا سعيد الليلة يعني على أظهر على قناة الشروق هذه، يعني أتمنى أنها دائما مشرقة وشيء يعني، وسوداننا جميل يعني تعود له كل البهجة والفرح، ونحن دائما متفائلين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تفاءلوا خيرا تجدوه إن شاء الله. دائما نتفائل أن السودان بلد كبير وعظيم وحبوب وأهله حبوبين. يعني الحياة اللي بتقوم بها أنت يا إبراهيم أو يا شلدم إذا جاز لي التعبير، حاجة عظيمة جدا اللي هو الإنتاج الفني، ودي حاجة احتمال تكون غايبة في السودان. يعني شنو يعني إنتاج فني؟ اللي هو أنت بتجيب فنان بتجهز له مسرحه حفلته عداده هو العازفين، وتحتمد أنت بعد ذاك على ريع التذاكر. نعم، حقيقة أول حاجة عملنا ده عمل شاق، ونحن وش يعني أنا إبراهيم يوسف الحمد لله استلمت الرأي من أستاذي الكبير مصطفى عبد العزيز فرغات. ده رقم يعني، ولكن نحن دائما يعني مبدعيننا بنتجاهلهم وبنتجاهل مجهودهم. يعني مصطفى ده نشر الغنية السودانية دي في كل بقاع السودان، في مدافوق، في كتم، وفي رهيد البردي، وفي التلوس ونيالة والجنينة، وكل الفنانين اللي تغنوا في الإذاعة السودانية دي شافوا المناطق دي وشافوا جمهور يعني تاني ما في. وجيت أنا استلمت الرأي منه من 82، والحمد لله يعني وصلنا وسعيدين بالنجاح اللي حققناه وبالفرح اللي زرعناه في قلوب كل أهل السودان في البوادي والحضر والريف والقرى، وكل النجوم اللي زينا أسروا الساحة الفنية نحن لنا بيهم صلة قوية. ناس كان حلوين وفنانين حقيقة وحق ومبدعين. لكن انت برضو ممكن تكون خسرت كثير. يعني انا التاجر الوحيد في مهنه وحيده في السودان. يعني انا بطلع لي ملايين مدتها ساعتين، يا تجي يا تروح، اخطر تجاره. ولكن الحمد لله يعني نحن بنحب المجازفات دائما، ونقول زي زين او زي شروق الشمس كلنا بنحب المغامره. اي شروق الشمس ده طبعا بيمر على كل الدنيا، فلازم ان احنا الواحد لما يهوى له مهنه يجودها. فنان نفسك تنجز له او تجهز له حفله شاب؟ انا ما في زول يعني ما فنان من الفنانين الحاليين يعني في الساحه. الجيل الجديد والله انا يعني حقيقه دي فرصه سعيده ان الواحد يتكلم عن الجيل الجديد ده، ونقول له يعني الغنيه السودانيه دي امانه في رقبتكم، وفي نجوم يعني اسر الساحه الفنيه وخطوا اساس للغنيه السودانيه. لكن احنا الان بنقول لنا ما نقول في فتره ضياع، لكن بنقول ان احنا دايرين وقفه جاده، زي ما كل المهن في السودان مرت عليها ازمات وضعف، ايضا الاغنيه السودانيه بتمر بمرحله صعبه، والقائمين على امرها واتحاد المهن الموسيقيه تحديدا فاشل في هذا الموقف، والتاريخ ما بيرحم. اعتبره تصريح. ايوه تصريح، يعني انا بقول لهم انه التاريخ ما بيرحم، وكل نجم او غايد التاريخ بيسجل له انتصاراته وهزايمه. شو الدار ده بالنسبه لك، دار الغناء الشعبي ده؟ والله انا الليله سعيد، لانه هي طبعا انا برضو الفن الشعبي تعاملت مع بادي محمد طيب الله يرحمه، وابو عبيده حسن، وعبد الله الحاج، وعبد الله محمد، واخونا الكبير فنان كمال ترباس. وللعلم يعني انا اول مره اسوق كمال ترباس ذا في بعثه فنيه متكامله بالفرقه الموسيقيه. سنه كم؟ 90. هاي ولا والله 85 انا سوقته معه صلاح بن البادي وعثمان حسين. احنا صغار. هاي شكرا. هاي مرحبا. شلدم ابراهيم. شكرا لك. شكرا. التواصل معكم مستمر
في هذه السهرة حنتواصل مع بعض، ما تمشوا بعيد. أنا معي محمد عمر. محمد عمر مشرف على إجازة الأصوات إذا جاز لي التعبير، يعني هنا في دار الغناء الشعبي. مساء الخير. مساء الخير عليك وعلى مشاهدين قناة الشروق والغناء الجميلة، الواحد بيتمنى لها يعني التقدم والازدهار إن شاء الله. يجيزوا الأصوات كيف؟ بيفضل ليش يعني؟ احنا طبعا عندنا لجنة متكاملة، يعني هي لجنة متخصصة وكل أعضاء الحمد لله دارسين للموسيقى، وده ذاته نوع من التطور، يعني ده يمكن ده أول مرة تحصل في اتحاد فن الغناء الشعبي إنه يعني الفنانين المقدمين أو الجدد يعني بيخضعوا لاختبارات على الصوت كده. بعد مرات بيحصل إنه بيكون في حاجات بسيطة، يعني في فرقات بسيطة بنحاول نطورها وننميها، وبعد ذاك الخطوة اللي بعدها إنه بيقبل كعضو في الاتحاد وبيتمروا إجراءاته كلها وبينساعدوا بال مع الشعر يعني في الكلمات والألحان وكده، بعد ذاك بنقدمه على المسرح. الفترة الأخيرة بطريقة ولا بتانية الشباب الفنانين بالتحديد يعني بقوا يركزوا الغناء الشعبي، يعني بنشوف فنان شاب معه كورس موجود، ما أعرف الكلام ده لأنه بيجيب عداد سريع ولا ده استسهال ولا الحصر؟ ابدا والله ما استسهال. هو بالمناسبه انا في حاجه دار انوه لها، زي ما قلت لك انا الحمد لله دارس الموسيقى وعندي دبلومه بتاعه موسيقى متخصص اصوات حزم هارموني، وبعد ده كله انا مميل على فن الغناء الشعبي باعتبار انه هو ده غنانا، يعني دي طبيعتنا كده. يعني إذا رجعت لورا بتلقى إنه أغاني الحصاد هي فيها الشكل الجماعي شكل الكورس، أغاني السبات زمان برضو هي فيها نفس كده، حتى حريبنا إنجاز التعبير حريبنا ذاتها بتتم عن طريق الحكامات اللي هي واحدة بتطلع بتتكلم بتملي يعني على سؤالي قائم. الشباب بيو الجو للغناء الشعبي وما أنا دار أوصل لك معلومات إنه هي ده أساس غنانا كويس، دي حاجه احنا بنستطعمها كلنا، يعني حتى الشباب في الفتره الاخيره استطعموها جدا، ما لانها هي سهله، هي ما سهله بالعكس هي صعبه جدا. قد تكون يمكن انت هناك في الموسيقى بتكون محكوم بسلالم معك الات طبعا. أيوة. لكن انت معتمد على صوتك البشري حاكمك، لكن هنا انت معتمد على صوتك البشري المطلق، يعني ما في حاجه بتساعدك على الحاجه، فهي دي حاجه كويسه يعني الناس ترجع لاصلها وترجع لل طيب الشعب. فيما يخص تطوير الدار، يعني شنو خططكم لتطوير الدار ده لقدام؟ والله يا أخي هي الخطط موجودة والحمد لله، لكن زي ما بقول العين بصيرة واليد قصيرة. نحن الحمد لله يعني الدار هنا يتبنى على أكتاف ناس، يعني أنا بكن لهم كل الاحترام والتقدير، أساتذتنا كلهم يعني كبارنا، أستاذنا عبد الكريم عبد الله، إذا كان أستاذنا كمال ترباس، إذا كان أستاذنا الأمين البنا وغيرهم، يعني ما بيسعني المجال لأنه أنا أذكر، لكن الحاجة دي هي قامت بمجهود ذاتي كويس. الخطط موجوده كثيره جدا، بس بتنقصنا الامكانات وبتنقصنا زي ما بقولوا المنهجيه، يعني نحن عاوزين نستقطب اكبر كميه من الشباب المتعلم كويس، على اساس انه الواحد يستفيد من المسائل. والغير متعلم ذاته بس فنان صوته جميل. والله يا اخي ممكن ايوه، لكن انا ما في النهايه انا داير منتوج، داير حاجه، داير تطور. انت بتتكلم عن تطور الاتحاد، التطور ما بدات الا بالتعليم، يعني بالعلم. ايوه أنا من هنا يعني من خلالكم والله بناشد كل الشباب وبصير على كلمة شباب، لأنه هم في النهاية هم لا نحن قاعدين ولا القبالنا قاعدين، فهي بعتبر إن هي دي رسالة، وأتمنى إنه الناس تجي على سن الدار مفتوح حملة للرايات أكيد أربع للكل ساعة. للكل والله للكل ما في أي مشكلة. أشكرك الله يبارك فيك. شكرا. ود البكري أو محمد عبد الباقي البكري بالضبط، بسموه ود البكري، وهو الليلة حاضر والحفل حيكون بيو في دار الغناء الشعبي. أهلا بك يا أستاذنا ورب يديك الصحة والعافية، وأهلا بقناة الشروق. يعني أول مرة؟ والله أول مرة في اتحاد الغناء الشعبي هنا يعني. طبعا شمعنا؟ والله بس رغبة للجمهور يعني يشارك في هذه الأمسية يعني. نوع الغنى بتغنيه شنو؟ والله بنغني حماس وبنغني عاطفي وبنغني وطني وكل انواع الغناء يعني. طبعا لما نقول شعبي طوالي الناس بتخيل كورس. لا نحن بنغني وتري، لكن في اتحاد الغناء الشعبي. اهلا للسهره كلها حتكون بيك. والله اهلا بكم، وانا سعيد جدا يعني بهؤلاء الاخوه والكم الهائل من الجمهور، وانا سعيد جدا يعني.
طيب اوعد الناس بال حتغني شنو الليله؟ والله حغني من الحقيبه ان شاء الله، قمنا نرتشف خمر الهواء وبعض الاغاني الحقيبه وايضا من اعمالي الخاصه ان شاء الله. كلام كثير جدا في الفتره الاخيره تداول عن انه الشباب بقوا يتداولوا الغنى الشعبي، انت رايك شنو في الكلام؟ والله هو الغنى الشعبي طبعا بيحرك الناس، وكلمه البسيطه يعني سهل الممتنع، ثم ثاني الناس الغنى الكبير خالص والرومانسي بقى ما في له زمن، الواحد دار الغنى الفورة وقلبه ذاك بس. يعني ما ممكن ما نسمع متعلم الايام ولا زاد الشيون؟ والله انت ممكن في البيت تسمع، لكن في المسرح الزمن ما بيسمح لذلك. صعبه شوي. ايوه اهلا. شكرا لك. اهلا بك يا استاذ. عشق لغيرك حرام، لك شعري يا روح
Thank you.
حكايه راك بالعمر مسافر كده قمر مسافر كده قمر عذابي أنا وعذابي
السفر 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 وشافوكي هم يا سلام وشافوكي هم يا
سلام وشافوكي يوم يا سلام انت اجمل بنت في الانام رساكن انا عندكم سافر انا عندكم كنا نسوينا كمان سافر انا عندكم كنا نسوينا كمان
رمحك وشعرك كليل يا مين خصرك منه العليل قلت فيك لعطاك قليل ودوري الدليل فاهك يا عمزين برق القبلة الليلة كتر خبت وخلى العاشقين فوق الفرش بيسبتوا الزول يعمل حسابه أولى ليه استرتوا وما الشعب للحاجة بقت ما قدرتوا الطيب لك زمن عيان الدماغ طيب يا قلبي شلطه يا قلبي يا طيب الطيب لك زمن عيان الدماغ طيب يا قلبي Hello.
راح الطباع الخيل في نعمة أحرجني ولا نمى. سمعت إنك البدر كما أحمد عشا البيت الخال والعم. سمح الطباع الو ماما ورقدي محماما ليلة دموع جماما مكوك ودوز ماما ليلة مو يا ليلة ليلة يا ليلة